أعرب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمار حجازي عن سعادته بقرار محكمة العدل الدولية قائلا إن هذا يوم تاريخي، فقد سمع العالم أخيرا معاناة الشعب الفلسطيني. وأضاف حجازي أن ساحة محكمة العدل الدولية سمعت صوت فلسطين، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في إقناع المحكمة برفض تهم الإبادة الموجهة إليها، لذا فإن إسرائيل متهمة بالإبادة وهي جريمة جرائم. هذا يوم تاريخي، نحن حصلنا على قوة دفع من خلال هذا القرار من المحكمة، وهذا يوضح أن المحكمة تدرك حجم الأزمة، وكذلك من خلال التقديم من قبل جنوب أفريقيا للوقائع والبنود القانونية التي تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهذا يعني أن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة قد سمعها الجميع وسمعتها ساحة العدل. إسرائيل قد فشلت في إقناع المحكمة برفض هذه القضية وأنها لم ترتكب إبادة جماعية. محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها بما يتفق مع القانون ونصوص اتفاقية إبادة جماعية، ولذلك إسرائيل الآن متهمة بارتكاب جريمة كل الجرائم.